بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أمينة راشد رحمة، كنت عاملة في بشتغل في مستشفى دمياط التخصصي، مديرة التمريض في المستشفى، و كنت متزوجة من الدكتور محمود الشربيني الله يرحمه. كان طبيب مدير مستشفى المتوطنة، وتوفي سنة 87، وكان معايا 3 بنات منه، الكبيرة هدى، وكان عندها 6 سنوات، وأياميها يعني، والوسطانية كان 3 سنين ونص أو 4، والصغيرة كانت لسه حمل مستكن. بدأت قصة الكفاح بعد كده لما توفي سنة 87، واشتغلت وكفحت لحد ما وصلوا، الكبيرة خدت بكالوريوس علوم وعملت دراسات عليا في علوم البيئة، والوسطانية خدت بكالوريوس هندسة، والصغيرة برضو خدت بكالوريوس هندسة. اتصلوا بيا في نقابة الأطباء ورشحوني الدكتور الله يرحمه دكتور محمد شبانة ودكتور سامي هندام، قالوا عايزين يرشحوني للأم المثالية. فقدمت وطلعت الأولى على الجمهورية الحمد لله. ماما دي أحلى حاجة في حياتي، كان أحلى خبر سمعته إن هي أخدت الأم المثالية على الجمهورية. هي تستاهل كل الخير كلها، إحنا ما كناش مستنيين الجائزة دي أصلا، لأن هي في نظرنا كلنا الأم المثالية، هي اللي ربت وهي اللي كافحت من أيام ما أنا كنت في بطنها، وبابا يتوفى وانا لسه يعني جنين، لسه هي ما تعرفش في علم الغيب، وربنا قدرها وربتنا وكبرتنا وعلمتنا كل حاجة، علمتنا نطلع عينينا مليانة.